وأنتم وأنا معكم، نحن جميعا رجال ونساء لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه قد حج ونحن نحج تأسيا بحجته، ونصلي تأسيا بصلاته، ونصلي عليه يوم الجمعة كما أمرنا الله صلوا عليه وسلموا تسليما، وسنصلي العشاء إن شاء الله تعالى بعد قليل تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام. جلكم بل كلكم يملك دورا أو بيتا أو شقة أو فلة أو قصرا فيها من البراد، والزوجة والأبناء والأولاد ما يغني عن هذا الحر، يجلس الآن من غير مكيفات، وإنما جلستم لأنكم تعلمون أن نبيكم عليه الصلاة والسلام حج ومكث في منى، فأنتم تمكثون في منى اتباعا لنبيكم صلى الله عليه وسلم. نحن جميعا بهذا كله نرجو الله أن لا يخيب آمالنا ولا ظننا، وأن يمن علينا بجوار رسولنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. يقول عليه السلام: سيأتي على الناس زمان فيهم أقوام يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، يعني يضحي بكل شيء لو فقط يمكث قليلا يراني. ولا ريب أن هذا الذي أودعه الله في قلوبكم وقلوب أخواتنا وأمهاتنا وأخواتنا إنه منزل عظيم من الإيمان، فإن محبته صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول: والله لو سألني أحد أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعت أن أصفه، لأنني لم أملأ عيني منه إجلالا له، لأنني لم أملأ عن عيني منه إجلالا له. وعمر عمرو يعني من دهاة العرب، ومع ذلك يعرف للنبوة مقامها وشأنها رضي الله عنه وأرضاه.